لما بتكون برات لبنان وصار لك سنتين، عشو بتشتاق اكثر شيء؟ في شيء، في ريحه، في اكله، في محل؟ ايه، اول شيء بتشتاق لحالك، لانه you realize شوي شوي انه يعني part of the healing that I did is في مره my therapist عندي therapist لبنانيه قالت لي you need to realize what you've lost، بدك تتقبل شو خسرت وبدك تعدهم وبدك تقولهم لتقدر تكمل حياتك. كتار الشيء اللي خسرناها كتير صعبة هيدا المشوار على لبنان، لأنه في محل ببيت أهلي، فيه غراضة تبع بيتي وفيه غراضة تبع my partner، فيه ذكرى قصص صغيرة كانت حياتك، يعني انت عم شوف وراك حياتك، يو نو، اهلك، اصحابك، اشياء بتحبيها، مضبوبين كلهم بعلبه. انا فليت من لبنان مع شنطه، بتفتحيهم بتتذكري مين كنت، وبتتذكري حتى الاشخاص اللي كانوا معك مين كانوا. هيدا بارت كتير صعب، هيدا بارت تشتاقي له. اليوم كان اول مره بروح على المكتب، انا كنت فكر حالي كان صعب تشوفي اغراضك، تشوفي حالك بهذا الكونتكست اجان. راح هذا الشيء مني obviously for now، راح هذا الشيء مني. صعب هدول القصص تاخديها معك، لانه حتى اذا اخذتها معي ما لها رمزيه بقى. بدي ارجع عيد حياتي عن اول وجديد، بدي ارجع اعمل new memories. هدول الاشياء خلصت، يعني هذا الشابتر بحياتنا تسكر غصب عننا، مش on our terms. هذا الشيء اللي لازم نتقبله. اذا انا I want to drag هيدي الحياة معي على امريكا او لبرا، ما حقدر اعمل a new chapter. وانا to heal for me I need to start a new chapter. مش يعني بيلتغى هذا الشيء، بيضل بحياتي كل الوقت. It's part of who I am, it's part of my story، رح ارجع له كل الوقت. بس هلا حاليا اخذت كل هالغراض معي على امريكا مطرح ما انا، ما لهم رمزيه لقلي بصراحه. هن اهميتهم انهم هون، هن اهميتهم انهم هون. هدول هن التفاصيل. بمرق بالشارع مثلا بالجميزه، اكثر شيء بتاثر، بشوف العالم مبسوطين كتير انه عم بيشوفوني، مش العالم اللي بعرفها يعني obviously، مبسوطين كتير انه عم بيشوفوني. بشوفها بزعل كتير، بزعل ببكي، ما بعرف ليه، ما بعرف، مش قادر اقول ليه. بزعل كتير كتير كتير. It's a tragedy قصة لبنان بصراحة. يعني مين قال انه بعد حرب وحرب وحرب انه تخلص هيك؟ يعني ما